السلام عليكم. طبعا قلت لكم ان استاذ كريم عايز ليمون مخلل. بص جبت قد ايه، هعمل لكم كذا نوع، وجايبه حب اخضر بره عشان اعمل لكم برده الاخضر. تعالوا نفضيهم في الحبه ونقطهم ونشوف هنعمل ايه يا اولاد. يلا يا اولاد، بسم الله. حد عندي نضيف ومغسول وزي الفل. لسه كنت غاسله فيه خيار، الشكاره مش عايزه تقطع. صلوا على النبي يا ولاد. بصوا بقى، هنقي الكبير اللي زي ده عشان نعمله معصفر. اهو الليمون الكبير حلو. اما اللي زي ده كده هخليه نستعمله احنا. بس الكبير للعصفر. وهنقي الصغنن ده عشان هسلقه صغنن خالص كده هستظهر. اما الوسط هعمله ليمون مطبوخ، وده مع الليمون الاخضر. هعمل ليمون اخضر برده. اه افرزه بقى واعطيكوا في الاخر. ده اول نوع اهو. بسم الله، هشق الليمونه اتنين. دي اول حاجه، اتنين بس كده، واحط في الحله. لو انت مستعجله على المره اللي فيه ممكن بايدك تشيل البذر كده، لكن لو عايزاه براحته، لان اللي بيطلع المره هو البذر. بس طبعا ده هياخد وقت منك وهيضايقك وهيغيظك وهيفعلك المراره. اهو من كام سنه كده عملته من غير بذر، استوى على طول وكان جميل جميل جميل. طبعا البذر ما بيشيلش كله، بس اهو من نص كده. املى بقى الحله كلها واوريها لكم بعد كده هعمل ايه. انا مش هنا، انا اجازه. هي مؤدب تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا عشان ما لخبطكوش هعمل نوع نوع. ده كده اول نوع هو اللي فتحته. هنسويه بقى ده فلفل، فلفل المفروض احمر كله بس ما عنديش غير دول. هحط لي معلقه هريسه، لو انت بس كفايه كده عشان سبايس قوي. انا ما بحبش الحاجه حراقه. اخ نار، معلقه دي نار. حط ملح بس كفايه كده. اضرب ده في الكبه وارجع لكم. بسم الله. ازود حبه ميه بس. النوع ده بيستوي كله على النار، وفي الاخر بيقعد يومين ثلاثه لحد المراره ما تروح منه، لكن استوى كله على النار. ولع عليه نار هاديه واسيبه براحته. اجيب له بقى نص ساعه على حسب ما يستوي. تمسكوا الليمونه تطلع مستويه خالص. بس ولع عليه بقى، اغطيه وولع عليه. بسم الله. فات نص ساعه كده تقريبا. بسم الله. دول الميه بتاعته لو ملحها مظبوط هطفي عليها بقى واركنه يبرد عشان اعبيه في البطرونات واكمل تخليله.
بعد ما اخلصه خالص هشوف بقى اللي بعده هيتعمل ازاي. بسم الله. اول ما خلص يرد اهو. طبعا انا للاسف ما عنديش زيت، لازم وشه يتحط عليه زيت ويتركن بقى 15 أيام بالكتير، وهتلاقيه زي الملبن. لو في مرارة سيبيه المرة هتروح لوحدها. ممكن ياخد معاكي حتى 20 يوم لحد المرة لما تروح عادي، 25 يوم عادي مفيش مشكلة. هو بس طعمه تحفة، كل اللي فيه المرارة بس. انا بس عشان ما عنديش برطمان كبير ما ياخدهمش، فحطيتهم كده اهو. هفضيهم بقى في برطمان كبير بكرة ان شاء الله، واحط على وشهم زيت. ده كده اول نوع خلص. تيجي بقى نعمل العصفر. يلا يا ولاد، ونعمل اللي هيتسلق الاول. نعمل العصفر الاول ولا اللي هيتسلق؟ نعمل الاثنين واحد واحد. لا نعمل اللي هيتسلق الاول. لا العصفر الأول. العصفر. كنت فاكره نفسي بصور. حطيت الليمون، ده الليمون بالعصفر طبعا. ده هسيبه في الميه 6 7 دقايق بالكتير، وبعد كده هطلعه بقى عشان نشقه ونحشيه. هسيبه بقى ايه، نقص بس بقى ميه عشان انزل كام ليمونه الباقيين دول. بسم الله. 6 7 دقايق بالظبط، اللي هو يطرى بس كده. بس كده الليمون كده خلص خلاص. 6 7 دقايق زي ما قلت لكم. وبعد كده هشيله واركنه على جنب يبقى عشان ايه، نفتحه عشان نعرف نحشيه. ده تاني نوع من الليمون اهو، تاني نوع كده بالصلاة على النبي. خد كده حوالي 7 دقايق على الليمون بس كفايه كده. وغلي غلوه كده من الجناب كده حلو قوي. الليمون ده اهو يبقى تطرى بس محافظه على نفسها كده. حلو قوي حلو قوي كده. هطفى عليه بقى نسيبه يبرد وبعد كده نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله. بصوا يا ولاد صلوا على رسول الله. خلاص بصوا سلقناه كده تمام. شق 4. بسم الله. السكينه العرله دي، لا شوف سكينه غيرها. ايوه بقى عشان نعرف نحشيه كده. شايفين كده؟ هتعبى الكمية كلها. وبعد كده جهز الخلطة اللي هحشيها جوه. الصلاة على النبي. بصوا زي الفل اهي حبايبنا. انا فضيت الليمون هنا اهو. بصوا عايزه اقول لكم المره اللي بدات تروح انا عاملاه من امبارح، فضيته في البطرمان الكبير اهو. انا وش شويه زيت كده اهو، هنا على وش شويه زيت بس كده. ده كده خلص يا بليد. نخش على المعصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خطيرة قسما بالله تحفة. انا جبت ب10 جنيه عصفر. عصفر ده يا جماعة غير الزعفران، ده ب10 جنيه عصفر. عصفر من عند العطار. وادي جبت ب5 جنيه حبة البركة، بس مش هحطر حبة البركة عشان حبة البركة بتغمق. دوبك حبة صغننة مليانة رز ومليانة شعرية ومليانة قش، وليتها بيضة. بص كلها رز وشعرية ازاي، مش مشكلة. حط حبة كمان صغنططة بس بتغمق. حلو كده. وصلوا على رسول الله. بس كفاية كده، لو احتجت ازود فيما بعد. صلى على النبي كده. ممكن تحطوا حبة هرسة شطة، ممكن لا. بس اهي هي دي الحشوة. مطرح وليمون عادي ما غررلوش حاجة. امسك الليمونة يا دوب. بصوا حصرة ونادامة كده، بسيط كده ما تكتلوش كده. تكتلوش في الحشوة يا دوب اهي. كده كده الخلطة اللي هتبقى هندوبها في المية بتاعة المحلول بتاعها.
ماشي كله. انا عملت معاكم نوع نوع عشان ما تتلخبطوش مني كده. ده تاني نوع اهو. اول نوع عملناه اللي هو المطبوخ ده، ممكن ناكل بكره ولا بعد. ده المره خلاص بدات تروح، دقت منه واحده حلوه قوي بس لسه فيها سيكه مراره. شايفين كده احشي بقى كله. عايزينه حراق، احط فيها شويه شطه او حبه هلسه شطه المتاحه عندكم. احشي بقى كله واخلص الكميه كلها وبعد كده نشوف هنعمل ايه يا ولاد. جهز بقى حطيت في البطلون بتاع اللفت، فضلت لفت وخدت البرطمان الكبير. دي الحله اللي كان فيها الليمون، حوالي كوبايه عصير ليمون بس بصفيها عشان بذر. وطبعا عندي كوبايه ميه بتاعه السلق شايلاها، هحطها دلوقتي كمان. البذر ده كله بيعمل مره، شايفين قد ايه. نملح بقى بس مش هحط ملح كتير عشان خاطر انا حاطه جوه ملح، ما تنسوش. بس كفايه كده واقلب. ودي الميه اللي انا هسقي بيها الليمون. ناخد بس هسقي بيها الليمون بقى. حطيت فوق كام قشره ليمونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احط حبه ميه كمان حتى لو من الحنفيه. بسم الله اهو. احط بقى حبه زيت على الوش وكده خلاص. بس كده يلا بقى يا ولاد على الليمون المسلوق كده. ده خلاص وده خلاص. نروح على الليمون المسلوق بقى يا ولاد يلا. وزي ما قلت لكم عملنا الليمون اللي بالعصفر، نعمل بقى الليمون المسلوق. تا تا تا. ميه يا اولاد، ميه يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولوا في الوصفه دي تنقوا الليمون الصغير صغير يعني. شوف بس ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشيك على الليمون برضو يا اولاد عشان ايه. ليمونه طريه اختي، ليمونه فيها حاجه كده عشان في كذا، لقيت كذا ليمونه في الطبق طريين. بسم الله. طبعا ده بنقعد نغير عليه الميه 3 ايام عشان المره اللي فيه. كده كده هتبقوا معايا خطوه خطوه وهوريكم كل حاجه هتشوفوها بعينيكم يا ولاد. كل حاجه هتشوفوها بعينيكم يا تتاكيت. الا يا جدعان الحقوا خلوا له بقى الليمون اليومين دول اسعاره حلوه زي ما وريتكم، من 8 جنيه لحد 14 جنيه عشان الاخضر طلع. الاخضر ب 20 عشان الاخضر بيعيش عند البياعين فبياخدوه، عشان في اماكن بيتباع فيها الليمون ب 25 بسبب ان هو في كام ليمونه بس بايظه شطهم كويس انا خدت بالي منهم عشان ايه ما يبوظوليش الليمون. خساره هذا اصلا ايه. الرفيع ده واسيبه ايه شويه، سيبه في الميه يستوي شويه. ده اسيبه 5 دقايق كمان. بسم الله. لا لسه 5 دقايق كمان بعد كده اطفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طفيت عليه من نص ساعة كده تقريبا. حتى بصوا البخار سخن. بصوا الليمونة اوه استوت بس ماسكة نفسها. هرمي المية دي بقى واحط، عشان المية دي دقتها مرة قوي قوي قوي. هرمي المية واحط مية نظيفة واسيبها بقى. هوريها لكم الأول. حبيبنا كده غيرت المية اهو، واسيبه بقى بكرة ان شاء الله غيرها كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني يوم اهو هغير الميه بقى واسيبه. نعمل بقى الليمون الاخضر. بصوا
ده ليمون اصفر. لا لا الخضر اللي هجيب ليمون اخضر زي ده كده، هحاول اجيب زي ده ونعمله في الحله النحاس. انت حتى لو سلقتيها بيبقى اخضر. لا ما بيغيرش. اه اغسل الحله وانقي الليمون الاخضر بقى عشان اسلقه اخضر زي ده كده. بسم الله. فات كده اربع ايام جبت برطمان جديد اهو، اشيله بقى كده اهو واحط ميه وملح بس. انتوا عايزين تحطوا معاه معلقه هريسه، عايزين تحطوا شويه حبه البركه عشان اللون، حبه عصفر عشان اللون برده براحتكم. انا هكتفي بيه اكله مسلوق كده من غير اي حاجه خالص. عبي كله احط ميه وملح وبس. استوى ومراه راحت منه خالص، نسيبه بقى يكمل سوا في الميه والملح. يلا بص البرطمان يجي مظبوطش لو جه كبير هضطر ارميه في البرطمان التاني. يلا بقى يا ولاد نعمل الايه؟ الليمون الاخضر بالمره. لسه جايبه البرطمان ده من هايبر، وجبت الليمون الاخضر كمان من هايبر عشان اللي عندي صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح اهو، واحط الميه واغطيه واسيبه. يلا يا ولاد على الليمون الاخضر بقى. بكره ولا بعد هدوق الميه، لو مظبوطه تمام مش مظبوطه هزود لها ملح. لقيت ملحها زياده بنقص حبه واحط لها ميه حنفيه. بس كده يا ولاد هسيبه بقى ايه. اه حلوه قوي. انا بقول دي الحله النحاسه اهي فيها ميه بتغلي. حط الليمون الاخضر فيها على طول. مغسله. بسم الله. هسيبه بقى شويه كده وكده هطفي عليه واسيبه في الحله زي ما هو. بس كده مفيش عندي اخضر تاني خلاص، عملت كده كل الاخضر بس مفيش تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده اهو طفيت عليه، سيبه بقى في الميه كده ساعتين تلاته وارجع لكم. كنت نمت شويه عشان فرهضه. صلوا على رسول الله. بصوا بقى الليمون اخضر زي ما هو ازاي، وتحسوا ولا اتسلق ولا اتعمل. هغير بقى الميه واحطه في ميه ايه عشان المره اللي فاتت تروح. ولو كده انا النور لاول ميه دي. اه يما 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 هرمي الميه واحط ميه تانية واسيبه ايه يومين تلاته كده، اغير عليه ميه زي ما عملت في الاصفر بالظبط. بعد كده نخلله. بس بصوا لون الليمون، بصوا بصوا خضر الليمون وجماله. صلوا على النبي يا جدعان. الليمون الاخضر اهو لسه مغرى ميه من ربع ساعه كده، كده غيرت الميه عليه اربع ايام. في سنه مراره بسيطه تروح بقى مع التخليل. لو انت عامله زيتون عشان كم ليمون امبارح كنت فاتحه عليه فقال لي صدفه واحده انا عامله ليمون يا صدفه وبقى له 10 ايام ممرر. سيبيه ميه الملح بتاعت التخليل اللي فيه هتشيل المراره منه، لان الليمون له عصفر بنخليله ني او بدون السلقه زي ما انا ما عملته، وساعات بنعمله ني خالص والمراره بتروح بس بعد قد ايه فتره، فانت سيبيه مش هيجرى له حاجه. ما ملوش البطلون مش مشكله. في ده يا اولاد حلوين كده مقعد قد الحله. كتر خيرهم اللي جابوا لنا الحله، جابتها لي طنط منى خالد كريم من واحده جارتها. الله يديها الصحه والعافيه ويشفي لها جوزها. دعاء ربنا يشفي لها جوزها يا رب. ادي كده هنحط بقى ايه بالصلاه على النبي، الملح والميه. طبعا انا بخلي الجوامع من الحنفيه، مفيش معمل هيحط ميه تغلي ويقعد جنبها يبردها. معلقتين كفايه وحبه. بكره هدوق، لو احتجت ميه هزود اما بعد بكره هدوق. بس كده. تعالى بقى اوريكوا زهره شباب اللي انا عملتها يا ولد. الصلاه على حبيب جمال النبي. اربع خمس ايام بالظبط يبقى خطير يا ولد. اكتر الميه شويه عشان خاطر ايه لو فكر يقوم على الوش ولا حاجه اسنده الطبق عشان يبقى الميه لمسه كله. وبسم الله الرحمن الرحيم. وصلوا على رسول الله. عملت لكم اللفت والخيار والزيتون الاسود بطريقتين والزيتون الاخضر بكذا طريقه. الليمون بقى واحد اتنين اربع انواع ليمون. طبعا ده انا عملته
اول حاجه تقريبا مش فاكره، بس نفتحهم وندوقهم واوريكم لو حاجه ناقصه هتعملوا ايه. بسم الله. ده المسلوق العادي نخليه في ميه وملح بس. قلت لكم عايزين تحطوا عليها رشه فلفل. بسم الله. ليمونه، لا دي مش عجباني، ناخد دي. اشوف عشان لو ناقص ملح ولا حاجه. فسحوا لنفسكم كده بقى. بصوا بقى الليمون. زي الملبن. بصوا. الله. المرة راحت منه. اكيد لو مزز او في مرارة هيبان على سحنتي يعني. ده حلو قوي. ايه ده؟ حلو قوي المسلوق. المعصفر ده لسه بجري عليه، هنبص عليه برده. خلي بص يفور عليا. الله. ده قشر الليمون حطاه على الوش. باين عين السني. يا صدفه ينفع؟ انا بعمله اقسم بالله زي الفل. لما اجي افتح عليه بعد شهر ولا حاجه هوريه لكم. ده مش محتاج حاجه، ده كده يدخل له 14. يدوق بقى ده، ده المعلم ده. خد واحده من تحت كده. زي الملبن ده. تاخد دوك لسه عاملاه، اخر حاجه عاملاه، بعد 5 ايام هيكون جاهز معانا. بصوا. الله ده عامل زي المربى. لا لا لازم تقربوا لي كده تشوفوا. بسم الله. فيها بذر. الله. ده مظبوط على السنتريك. ليه بقى انا البطرمان اتقفل؟ عشان كنت برش عشان الذباب. الله. يا رب كريم ما يشوفنيش، لو شافني هيفرمني. اقسم بالله. لو كريم شافني في الوضع ده هيفرمني. خبيهم كده كريم ما خدناش. بيزعل لما كنت حاجة عشان بتعب، بتعب جدا. بموت. انا اللي ببهدل، انا اللي بجري وراك بيكي من المستشفيات وببهدل. لا ده مربى خطير. ده تحفة. ده حبيبي ده. ده هخبيه ده. وده تحفة. ده لسه. ده مر لمرارة الويل ده. ده قدامه اسبوع كده ولا حاجة. بس بجد لازم تشوفوا. بسم الله. بصوا الليمون. بصوا زي الملبن. زي الملبن. الله الله الله. خطير خطير. لو هقول لكم، لو هرشح لكم نقطه جربوا، جربوا التحفه ده. خطير. كله حلو. كله بسم الله ما شاء الله. بصوا الشوكه. بصوا بصوا بتفرموا فرم كده. جربوه يا جماعه، جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير بقى، اقول لكم باي باي. كده يا جماعه انا عملت لكم كل المخليات، ناقصتكم بس الجزر والبصل. جربوهم
بجد الليمون حلو قوي، رخيص اليومين دول في السوق، الحقوا هاتوه. شايفاه النهارده ب 13 جنيه الصبح، حلو هاتوه واعملوه بجد، حلو 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 حلو. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله، اقول لكم باي باي، كل سنه وانتم طيبين، وباي باي.